ما انصحكش خالص انك تلعب حصريه البلاي ستيشن 5 ستيلر بليد، كلنا عارفين ليه، الا بقى لو اللعبه نزلت على البي سي ساعتها هيكون في مودات تغير شكل ام الشخصيات المستفزه دي. بس موضوع نزول على البي سي ده ممكن نفتحه بس بعد سنه على الاقل من دلوقتي. قبل بقى ما الكلام ده يحصل جايب لك العاب شبهها سواء في الجيم بلاي او الجرافيكس والاتموسفير والفايبس بتاعتها بشكل عام. معاك محمود من ايجينيو تيك، ارزع لايك وسبسكرايب وخلينا نبدا بقى واللعبه معانا، وهي سلسله فاينل فانسي الاجزاء الاخيره منها. بس انا هخص بالذكر هنا الريميك الجزء السابع، حبيته قوي. عاد تقديم اللعبه الاصليه اللي نزلت في 97 بشكل مبهر، يواكب شكل وتصميم والجيم بلاي العاب الجيل الحالي. الجرافيكس بتاع اللعبه مبهر قوي، هيخليك تحب عالم اللعبه من اول دقيقه فيه، وهيفكرك قوي بالانبهار اللي موجود في اعلانات ستيلر بليد. اما الجيم بلاي بقى ميكس حلو قوي ما بين الهاك والسلاش ريل تايم اكشن، وكمان الكوماند او التيرن بيزد كومبات، يعني وانت واقف في قلب الاكشن تقدر توقف الوقت وتشوف بقى عايز تعمل ايه، توجه ضربه عاديه او ضربه قويه، وتختار الشخصيه اللي كمان اللي انت هتوجه بيها، وكمان تقدر تهيئ نفسك والشخصيات اللي معاك وتستعمل السكيلات والقدرات المختلفه. السينمائيه في اللعبه هنا بقى عاليه قوي، هتخليك طول الوقت متنح قدام الشاشه. ندخل بقى على سلسلة الهاك والسلاش العنيفة ديفل ماي كراي، سلسلة معروفة ومشهورة قوي. الكومبات في السلسلة دي هو عنوانها الأساسي، عندك 5 أجزاء في السلسلة هيظبطوك على الآخر وهيرفعوا معدل التحدي عندك قوي. قبل ما تتحدى أعدائك هتتحدى نفسك، لأن الكومبات هنا ممتع والميكس أو الكومبوهات اللي هتعملها عشان توصل للرانك عالي في الفايت أمتع. والحتة دي بالذات لمعت قوي في الجزء الرابع اللي كان اسمه دي إم سي، والجزء الخامس بقى ده حكاية تانية لوحده خالص. فعلا الجزء الخامس ده بالذات بتحس انه هو لعبة جيل جديد، انت تلعب هنا بكذا شخصية كل واحد ليه اسلوبه الخاص في القتال. عندك نيرو اللي رجع من الجزء الرابع، ودانتي الشخصية الاسطورية للسلسلة، وجديد كمان في الجزء الخامس هو في، شخصيات قديمة وجديدة وكل واحد ليه طريقة في القتال، بس الاهم انك هتستمتع بكل ده. ندخل بعد كده على ميتال جير رايزنج ريفنجنس، لعبة اكشن وهاك سلاش ملهاش اي علاقة بسلسلة ميتال جير نهائي، جزء منفصل جريء قدر يبعد عن توجه السلسلة الاصلية. انا مش عارف هو ليه اصلا مسميين اللعبة ميتال جير، والسبب في ده ان اللعبة هنا كانت نتاج تعاون ما بين كوجيما برودكشن بتاع ميتال جير وبلاتينوم جيمز. خلينا في الكومبات والفايت، انت هنا هتحارب اليين سايبورج والات عملاقة من بتاعة ميتال جير. الكومبات هنا حلوة عشان اعدائك هتفضل تقطع فيهم 100 حتة لحد ما يبين لهم صاحب. انت تلعب هنا برايدن اللي شغال بالكتانة اللي معاه ما بيرحمش، وانت برضو عملت فرتك في الدراع برضو ما بترحمش. ندخل بعد كده على نير اوتوماتا، هتلعب هنا بكذا شخصية بس اهم واحدة هي الاساسية وهي 2B. المهم الشخصيات دي بتحاول تخلص العالم من سيطرة الآلات الضخمة العملاقة الشريرة وترجعه تاني بعد ما تجرد من كل الإنسانية. في جزء تاني من السلسلة قديم نزل قبل أوتوماتا، بس الحلو بقى إن هو نزل منه نسخة محسنة على كل الأجهزة واسمه نير ريبليكانت. أهم حاجة بقى في الألعاب دي الكومبات بتاعها، والأسلحة تقدر تغير ما بينها وسط الأكشن، بيسموا اللعبة دي ميكس ما بين بايونيتا وديفل ماي كراي. ندخل بعد كده على سكارلت نيكسس، لعبة اكشن ار بي جي انمي قوي بس دارك شويه. انت هنا عندك شخصيتين تختار منهم واحد، وكل واحد فيهم عنده قدراته ومهاراته الخاصه في الجيم بلاي. اللعبه هنا اكو سلاش عنيفه، بيساعد على ده جرافيكس ومؤثرات اللعبه اللي دايما بيكون فيها بارتكل افكتس وجلو كده، حاجه زي اللي موجوده في ستيلر بليد. قصه اللعبه بقى زي ما قلت لك في شخصيتين، كل شخصيه ليها قصه خاصه بيها، بس عشان تفهم القصه كلها بشكل كامل والاحداث لازم تلعب بالشخصيتين عشان تشوف الصوره كامله. جيم بلاي بقى وعالم اللعبة والحركة فيه والتنقل والأعداء وكل الأكشن ده فيه شبه كبير قوي من اللي موجود في ستيلر بليد. ندخل بعد كده على لعبة صعبة وهي سيكيرو شادوز داي توايس، غنية عن التعريف بس لو انت في البلوزة وما تعرفش أي بتنجان بص، انت هنا هتلعب بمحارب شينوبي يدعى ووف أو ذئب، ملزم بحماية شخص معين منحدر من سلالة قديمة، وكالعادة الشخص اللي انت بتحميه ده هيتخطف، هتعمل بقى المستحيل عشان ترجعه وتسترد شرفك. اللعبة هنا بتحصل في اليابان في القرن الـ16، فترة وحشية مليانة صراعات، هتواجه فيها اعداء مش سهل انك تتعامل معاهم، هتواجههم فيس تو فيس او بطريقة التسلل او التخفي اللي بتسهل عليك شوية. وكعادة العاب فروم سوفت وير اللعبة هنا شبه العاب السولز بس مش قوي، لان ليها اسلوب وطابع وطريقة خاصة في حاجات كتير بتقدمها، في ناس بتقول عليها أصعب من ألعاب السولز.
ندخل بعد كده على لعبة نايو، لعبة اكشن ار بي جي قريبة شوية من العاب السولز، لان اللعبة دي برضو ليها طابع خاص بيها وقدرت تميز نفسها عن العاب السولز. زي مثلا ان اللعبة هنا سلسة ومرنة في الحركة والكومبات، اعدائك هنا وحوش وارواح شريرة هيعذبوك قوي وممكن يخلصوا عليك في ضربة واحدة. نايو الجزء الاول والتاني هيعلموك الصبر كعادة العاب السولز، وده هيمكنك من اكتشاف نقاط ضعف عدوك، ولو معرفتش تكون صبور فلازم تتقبل الهزيمة لان ده اول طريق النجاح في اللعبة. الجزء الثاني بقى انت هتشوف اليابان سنة 1555 ميلاديا وهي غرقانة في حرب ما بتنتهيش، والجديد بقى في الجزء ده هو قوة اليوكاي دي بتخليك تتحول لديمون وبتكون كابوس اعدائك. ندخل بقى على لعبة تانية من تطوير تيم نينجا، نفس الناس اللي قدموا لنا نايو اللي انا لسه قايلها من شوية، وهي وو لونج اولين داينستي. دي بقى اكشن ار بي جي بتحصل في الصين في عصر الممالك الثلاثة، وزي ما احنا عارفين بقى صين يابان تايوان كله شبه بعضه. المهم ان احنا هنستعمل سيوف وكتانة ورمح طويل هتخرم بيه اعدائك. اللعبة هنا شبه العاب السولز بس برضه ليها طابع خاص بيها وقريبة اكتر من لعبة سيكيرو، بس اعدائك هنا ارواح ووحوش وتنانين. معنا كمان لعبة الاكشن ار بي جي جاد ايتر 3، الجزء الثالث من سلسلة الهاك والسلاش اللي شبه مونستر هانتر. الجزء الثالث ده بيكمل على نهاية الجزء اللي قبله، عالم اللعبة مدمر والسبب في ده كائنات الارجام الشريرة، انت بقى هتحاول تخلصه من شرهم، وده من خلال الكوستات والمهمات اللي هتعملها. اللعبة هنا فيها كاستمايزيشن او تعديلات كتيرة عشان تقدر تناسب اسلوب لعبك. ندخل بعد كده على ستار وورز جيداي. اللعبة دي في منها جزئين، فولن اوردر وسيرفايفر. الجزئين مقدمين تجربة حلوة قوي وعاملين ميكس خطير، اكشن من بتوع انشارتد على نط وشقلبازات من بتوع توم بريدر على كومبات من بتاع العاب السولز. اللعبة هنا ماشية بنظام العالم الشبه مفتوح، هتسافر لكواكب معينة وتستكشف اسرار وتحل الغاز وتقتل اعداء، وبعد ما تركب سفينتك وتكمل قصتك في كوكب تاني ما تقلقش، انت هترجع تاني للكواكب الاولانية او الاماكن اللي انت عديت عليها عشان تحل الالغاز اللي انت معرفتش تحلها، لان كل ما تتقدم في اللعبة هتتفتح لك مهارات وقدرات خاصة هتمكنك من حل الالغاز اللي انت معرفتش تحلها في الاول. ندخل بعد كده على سلسلة نينجا جايدن. السلسلة دي كانت هتتنسي خالص بس تم احيائها تاني بالريماستر اللي نزل لاول 3 اجزاء منها. العاب السلسلة دي كلها هاك وسلاش عنيفة فوضوية اكشن، والكومبات بشكل عام سلس وناعم، وناس كتير قوي بتفضل الجزء الاول عن باقي اجزاء السلسلة. نينجا جايدن بشكل عام قصتها هنا قصة انتقام، انت هتلعب بري النينجا اللي بيحاول يستعيد السيف المسروق وينتقم من امبراطورية فيجور اللي خلصت على عشيرته. ندخل بعد كده على لعبة نينجا التانية وهي نينجا بليد، شبه اللي فاتت وفي نفس الوقت مش شبهها. اللعبة هنا هاك وسلاش برضه بس انت هنا هتحارب وحوش والموضوع ساعات بيقلب بفيلم اكشن قوي. دي لعبة من فروم سوفت وير بتوع العاب السولز. اللعبة هنا اسلوب لعبها الاساسي هو الهاك والسلاش بجانب الكويك تايم ايفنتس اللي في منها هنا كتير قوي، بس مش مهم طالما هتدوس على الزرار المناسب في الوقت المناسب وتشوف كمية اكشن وتقطيع مناسبين قوي يبقى مش مهم، لان انت هتتبسط بكل اللي هتشوفه بيحصل على الشاشة. ندخل بعد كده على اللعبة اللي نازلة مؤخرا وهي Wanted Dead. اللعبة دي عاملة ميكس حلو قوي ما بين الشوتينج السريع وكمان فيها كفر سيستم وطبعا الميلي كومبات الهاك والسلاش العنيف. اللعبة دي من تطوير تيم نينجا، نفس الناس اللي قدموا لنا نينجا جايدن اللي لسه احنا شايفينها من شوية. في Wanted Dead انت هتلعب هنا بهانا، دي واحدة من فرقة الزومبيز، هي اسمها كده، دي فرقة من اكتر الناس كفاءة في شرطة هونج كونج. مهمتك بقى انك تكتشف خطط المرتزقة والعصابات وتكشف المؤامرات. اللعبة هنا بتحصل بتصميم كده مستقبلي شوية، حاجة كده قريبة من سايبر بانك. ندخل بعد كده على لعبة نظامها مختلف شوية عن ستيلر بليد بس برضو فيها شبه كبير قوي منها، الكلام هنا على اي سي. لعبة 2 دي سايد سكرولينج هاك وسلاش بكومبات عنيف. سلاح بطل اللعبة اداء والفيدباك اللي هتحس بيه الشبه اللي موجود في ستيلر بليد، بس قصة اي سي هنا غريبة شوية، خصوصا انك هتمشي على كلام الراوي والسهم اللي دايما بيواجهك على الشاشة. مش عايز احرق واسيبك تكتشف انت بقى الباقي بنفسك. انت هنا هتحارب الين سايبورغ والكنترولز سهلة هتخليك تندمج على طول في جو اللعبة. بس كده دول اكتر العاب هاك وسلاش شبه ستيلر بليد.
عجبك الفيديو ارزع اللايك المتين وما تنساش تعمل سبسكرايب. ما تنساش كمان تتابع صفحتنا الجديدة على الفيسبوك الخاصة بفرع العبور، بننشر عليها شوية حاجات تجنن. ما تنساش بقى ان موقعنا جاهز باكواد بلاي ستيشن واكس بوكس وستيم وغيرهم عشان تشحن رصيدك وتجيب الالعاب دي كلها. عايز تعرف اكتر عن العاب الهاكو سلاش والعاب الاكشن بشكل عام، انت فعلا في المكان المناسب. شكرا للمتابعة، كان معكم محمود من ايجنيو تيك.